تعبانين عليه ويردوكم ويجيبوا لكم احسن شيء، هسه هم محتاجينكم احسن المدارس ومقعدينكم فيها. حرامات تعبهم يروح الاكل اللي يطلبكم اياه هم، راح تجي الدوده على الحاضر تجي تركض تركض تاخذ الاكل الصحي داخله من عنده. منو امتصت؟ امتصتها الدوده الدبوسيه. ايش بقى الجسم؟ بقى الجسم بدون فائده. اي فائده من الغذاء اللي اكلته ماكو. اجت هذه على الحاضر اخذتها. هذه الدودة، هذه الحبوب وقاية وعلاج، إن كانت موجودة بأمعائكم راح تقضي عليها. حبوب ميبندازول 500 ملي جرام جرعة واحدة. إن كانت موجودة تقضي عليها. وإن ما موجودة ما راح تعطيها مجال تعيش بأمعائكم. وبالنتيجة ما راح تاخذون الحبوب والغذاء اللي تاكلونه سليم 100% يمتص جسمكم، يتغذى أي عضو من أعضاء جسمكم يتغذى على هذا الغذاء.